إلى حد الآن على الأقل نقول اللي الأمور ماشية بشكل عادي. حتى بالنسبة للمشاهد اللي كانت ذات جودة مقبولة، ما ريناش أمراض، ما ريناش حاجات، حتى عملنا حتى تحاليل حتى بعد خروجها من معناها من البرد، نقومنا بتحاليل إضافية. ديما تبقى قرب الميدا هما المناطق التقليدية معناها للفراز في نابل، لكن الحاجة الباهية اللي توا حاليا قاعد تعمل ديزيكستونسيون، قاعد يخرج الفراز من المناطق التقليدية هذه خاصة إلى معتمدية بني خيار، وين ولا اليوم عندنا 120 هكتار عندنا في حمام الغزاز. السنة عندنا 7 هكتارات لحاجة جديدة، حاجة جديدة ما كنا ريناهاش قبل. هذوما حاجات مشجعة يعني يخليونا احنا حتى على مستوى الإدارة نتفائلوا باللي الأمور إن شاء الله تمشي خير من قبل.